توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايتهم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم. هذا بجانب أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يحصل على جائزة في دول منطقة الشرق الأوسط. أعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش، وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إعلانه 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات.